لتسليط الضوء أكثر على استمرار الاستيلاء على أراضي الدولة من قبل المتنفذين والميليشيات في عدة مناطق، آخر هذه قار ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والعراقي أحمد الجميلي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا مرحبا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ أحمد. مشهد لربما لا يمكن أن نراه في دول يسودها القانون، أن يسيطر متنفذون على أراضي حكومية ويستثمرونها أيضا لصالحهم. السؤال هنا، أين الدولة من هذه العمليات؟ نعم، دعني استعير عبارة وردت في تقريركم، هو أنه ما يجري في الناصرية هو صورة لما يجري في بقية المحافظات العراقية. للأسف يعني هذا الموضوع دليل آخر على عجز الحكومات العراقية المتعاقبة من حل هذه المشكلة. هذا العجز يأتي أمام سطوة ميليشيات وشخصيات وجهات سياسية متنفذة، أي أننا نقف ونتناول موضوع منظومة فساد كاملة. رأس الحربة فيها الميليشيات التي تسيطر على أراضي الدولة وحتى على غير أراضي الدولة، على أراضي مواطنين ربما يكونون يعني من الأقليات أو مواطنين مهجرين أو مواطنين قد غادروا البلاد إلى خارج العراق. لذلك يعني هذه منظومة فساد متكاملة، يعني تعمل على تغذية الأذرع الاقتصادية التي تتبع لهذه الأحزاب، ومن خلال يعني السيطرة على هذه الأراضي الحكومية وغير الحكومية يعني تدر عليهم مبالغ مالية طائلة من أجل تغطية نشاطاتهم السياسية وفعالياتهم. نعم أستاذ أحمد، يعني ما مدى خطورة ما نتحدث عنه بالنسبة لاستيلاء الأراضي؟ الخطورة الاجتماعية وبالنسبة للدولة العراقية ككل، ما خطورة هذا الموضوع؟ نعم يعني هذا الموضوع يعني جدا خطير، يعني هذا الموضوع تسبب في هدر إمكانيات الدولة وتسبب بتخريب التخطيط العمراني للمدن مثل العاصمة العراقية بغداد اليوم، وكما تعلمون تعيش في فوضى عارمة بسبب يعني كثرة التجاوزات وكثرة العشوائيات وقيام ميليشيات تتبع لجهات سياسية متنفذة بالاستيلاء على أراضي مهمة في قلب العاصمة العراقية بغداد وكذلك في بقية المحافظات. يعني عندما نتحدث عن بغداد فإننا نتحدث عن الموصل، نتحدث عن الناصرية، نتحدث عن الأنبار، لأنه وكما قلت في بداية كلامي يعني هذه صورة من صور قيام هذه الميليشيات بالاستيلاء على أموال الدولة وعلى أراضي الدولة واستغلالها لأغراض تجارية وبناء يعني مشاريع تجارية للأسف هزيلة، يعني لم تقدم شيئا للاقتصاد العراقي سوى أنها بنت مراكز تجارية تسمى بالمولات ووضعت فيها العديد من المحال التجارية التي يتم استئجارها بمبالغ طائلة تذهب عادة إلى جيوب هذه الأحزاب. لذلك يعني هذا الموضوع يعني زاد الطين بلة في العراق، يعني شوه المدن وأثقل كاهل الدولة، وكل هذا والدولة عاجزة عن حل هذه المشكلة لأنه للأسف شخصية الميليشيات أقوى من شخصية الدولة. نعم، في ظل عجز الدولة أو تواطؤها في حماية أملاك الشعب، يعني لربما يجدر السؤال هنا عن ما بقي من مفهوم الدولة بحسب العلوم السياسية والدستورية في العراق. للأسف يعني حتى أنه وكما قرأنا في الكتب أنه الدولة بتعريفها المعروف هي أنها بقعة جغرافية يعيش بها مجموعة من الناس يخضعون لقوانين الدولة، فإذا كانت الدولة وقوانينها غائبة فكيف إذن يمكن أن نسمي العراق دولة؟ للأسف العراق منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة كل الحكومات المتعاقبة على حكمه كانت عبارة عن اتفاق بين
كتل سياسية تمتلك أذرع عسكرية من أجل ترشيح شخصيات حكومية هزيلة تخدم مصالحها أولا وأخيرا. مثال صارخ على عمليات الاستيلاء هذه لربما هو ما حدث في جامع الرحمن في حي المنصور، كيف تنظر إلى هذه الحادثة وأين الوقف السني منها أستاذ أحمد؟ للأسف يعني جامع الرحمن وما يمثله من رمزية دينية وكذلك رمزية جغرافية كبيرة لأهالي العاصمة بغداد وتحديدا جانب الكرخ هو جرح غائر كبير في جسد العاصمة العراقية بغداد. هذا البناء الذي كان ينتظره العراقيون لكي يكون رمزا دينيا يمثل شخصية الدولة الدينية اليوم خاضع لسطوة ميليشيات، وكان الجامع وكما تعلمون محط خلاف بين ميليشيات شيعية متنفذة، تمكنت أخيرا الوقف الشيعي من الاستيلاء على هذا الجامع بقرار قضائي جائر جاء نتيجة ضغوط مارستها أحزاب دينية وميليشيات تجاه القضاء العراقي. أيضا إلى أي مدى ترى أن غياب الدولة بمعناها الاصطلاحي لربما ترك المجال للميليشيات للعبث بممتلكات الشعب لصالح بعض المتنفذين والميليشيات كما ذكرنا؟ نعم المدى واسع، ولعله ما يجري في الموصل وكذلك في بغداد وكذلك في الناصرية من فوضى عارمة وتفشي الفساد في كل مفاصل الدولة. لا توجد دائرة من دوائر الدولة ليس فيها فساد، وهذا الفساد كما قلت عادة ما يكون يتبع لجهات سياسية يمثلها شخصيات بصفة موظفين يتبعون لهذه الميليشيات، تضع الأحزاب السياسية عليهم شروط صارمة من أجل توفير مبالغ شهرية أو سنوية من أجل تغطية نفقات هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.